فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تذكر الإمام بعد شروعه في الصلاة أنه على غير وضوء وقد بدأ بقراءة الفاتحة، ينصرف إما أن يخلي واحد يصلي بهم يبدأ الصلاة من جديد، ينوب عنه ويبدأ الصلاة بهم من جديد، وإما أن يقول انتظروا ويذهب ويتوضأ ويرجع إليه يبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وقامت الصفوف قال انتظروا، ثم خرج وتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم عاد وصلى به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس، لكن بعض الناس يستحي ولا ويصلي بهم وهو على غير طهارة من أجل الحياة، هذا ما يجوز، حرام عليه صليبهم وهو على غير طهارة. الدين ما فيه محاباة ولا فيه مجاملة ولا فيه لا حياء في الدين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.